الجو وايد حلو هالفتره، اتوقع اللي زار اللاجون في جزر امواج اكيد لاحظ معرض ليالي اللاجون للتسوق، حيث تم تنظيمه للمره الرابعه على التوالي، خصوصا وانه نجح في لفت انتباه وايد ناس بمختلف اعمارهم واذواقهم. حيو معنا في الاستوديو حنان جناحي مالكه الشركه المنظمه لفعاليه اللاجون. مساك الله بالخير. اهلا وحيا الله من يانا. عشان ما اطيح. يعطيكم العافيه. شلونك؟ طيب ان شاء الله. الله يخليك. تفضلي. طبعا الجو الحلو لازم تكون فعاليات كلها اوت دور، وسنويا تقومون بتنظيم هذه المعرض اللي يتضمن المنتجات المتنوعه، بس شنو الجديد هالسنه؟ جديد هالسنه احنا السنه قاعدين نفكر ان كل شهر نسوي ثيم. يعني مثلا مثلا مناسبه العيد الوطني خلناه شهر احتفالات العيد الوطني. ان شاء الله على السنه الجديده بعد ان شاء الله بنسوي احتفالات حق السنه الجديده في عيد الام، فيكون المعرض كله على ثيم المناسبات اللي جايه باذن الله. تضمنون بعد اللي بيجيكم مره يعني يتشجع مره ثانيه، ما بيحس نفس الشيء قاعد يتكرر شهريا؟ الحمد لله احنا يعني تعرف هو برايم لوكيشن والمطاعم وايد تساعد، لان الناس صح. لما تاكل تحب تدور وتلف وكذي، وثانيا المكان وايد يستقطب خليجيين خاصه في الاجازات والويكندز وهذه، فاحنا محظوظين يعني. زين الحمد لله. بس اللي بيروح المعرض شنو اللي بيحصله هناك؟ اقصد المنتجات، نوعيه المنتجات المعروضه. هو اغلبيه المنتجات تكون يعني بحرينيه، يعني العبايات، الاكسسوارات، اشغال يدويه، يعني مركزين على المنتجات البحرينيه اكثر، بس في طبعا لازم مثلا عطورات واشياء اخرى، وفي اشياء حق الاطفال. طبعا هذه الفعاليه اكيد راح تقدم فرصه للشركات البحرينيه خصوصا الصغيره والمشاريع عشان يروجون لمنتجاتهم. شلون تتم عمليه اختيارهم؟ وهل راح يتغيرون ايضا شهريا على حسب الثيمة؟ طبعا احنا نحب ننوع، وثانيه مثل ما قلت يعني المحلات الصغيره مو موجوده في المجمعات عاده. تكون يعني تعرف في داخل البحرين او في المدن داخل، فهم فرصتهم ان الخليج كله تعرفهم، لان لما تشوف الويكند تيجي تشوف ناس من الكويت، من عمان، من السعوديه، من قطر، ففرصه ان يعني الكل يتعرف عليهم وعلى منتجاتهم. توسع تجاراتهم في نفس الحمد الوقت. الحمد لله. قاعد نشوف يمكن صور على الشاشه من الـ هذه المعرض، بس في هناك عروض مصاحبه اتوقع، لان قاعد نشوف سيارات. خبرينا عن العروض المصاحبه غير المعرض. بحرين كلاسيك كارز كل سنه يشتركون معنا، ما يقصرون يعني يساعدوننا وكذي، ويعرضون سياراتهم ويستقطبون ناس بعد نفس الشيء من الخليج، يعني صاير المكان حلو خليجي. يعني ما اقدر هو بحريني يستقطب خليجيين، فالفكره حلوه يعني، ويون حتى الناس اللي يتملكون كلاسيك كارز من الخليج، من خاصه من السعوديه والكويت. يمكن اخت حنان الاستفاده من تجارب الاخرين اكيد راح تفيد، خصوصا البحرين تشهد سنويا العديد من المعارض، فايش كثر تتواصلون ويا اصحاب الخبره واللي عندهم تجارب سابقه؟ يعني نفس ما قلتي لي هالسنه راح يكون في تنوع، كل شهر راح تكون في ثيمه معينه، المحلات نفس الشيء راح تتغير، هل انتم عندكم تيم بس هذه شغلته ولا تتواصلون ايضا مع اصحاب الخبره؟ الحمد لله انا عندي في المكتب وفخوره اني اقول تيم بحريني، شباب بحرينيين. احنا كشركه نايندوت يعني وايد قوي في السوشيال ميديا، فماسكين اكونتات شركات كبيره، بلس نسوي استبيان دائما بعد نهايه كل موسم. ونشوف دائما رد فعل الناس وشنو الناس يطلبونه، وساعات حتى اللي يجون دائما الزايرين دائما يقولون لنا يا ريت مثلا السنه اللي تسوون كذا كذا، فدائما نحطه في الخطه يعني. طبعا في افراح البحرين الوطنيه اللاجون كان من الاماكن ايضا اللي شدت اقبال كبير من الناس، نبي نعرف شلون احتفلتوا في يومين 16 و17 طبعا ديسمبر. هو الفرحه في القلب يعني أكيد تعرف أكيد. هاي فرحه كل بحريني. احنا ابن فرقه عرضه عشان الناس يستانسون، وفرقه للاطفال كان دي جي ولابسين الكوستيومز وكذي، فكان اكثر شيء احتفالات غنائيه يعني
باليوم الوطني. اللي ما ياكم للحين اعطينا شويه معلومات عن الاوقات، عن ليمت ان شاء الله راح يستمر. هو كل ويكند عندنا، وفي ساعات مثلا على حسب الاجازات، اذا مثلا الاجازه طويله احنا بعد نطول مع الاجازات. عاده نبتدي من الساعه 4 للساعه 12، واصلا فرصه حق الواحد يسوي رياضه ويمشي والجو حلو. صح. يعني فرصه ان الواحد يعني يتمشى مكان ما يكون يعني مسكر، يكون مفتوح. صح. مع الجو الحلو دائماً يغتنم الفرصة. دائما يعني نقول في الصيف ما نتحرك وما نروح وما نجي نفس الأجانب لأن جاونا حار. إيه. بس لازم نستغل وجود الصيف الشتاء ونطلع أوتدور. إيه. هو مو بساعات يقول لك الماء والخضرة والوجه الحسن. صح. إحنا نقول لك كوفي ورياضة وتسوق. يعني كوفي شوب ورياضة وتسوق. طبعا هذه احنا لنهاية ديسمبر راح يكون ان شاء الله ديسمبر ان شاء الله الشهر الجاي. الشهر الجاي نبتدي مع السنة الجديدة. يعني في خطة بس ان شاء الله نفاجئكم فيها. يعني ان شاء الله. شو تحبين تقولين حق اللي ما يا للحين وما مر عليكم؟ يعني انتوا تعالوا امشوا وسووا رياضة، زين كوفي ورياضة عقب فكروا بالتسوق. في هناك ايضا يمكن تعاون بينكم بين المطاعم والمقاهي الموجودة هناك؟ دائما هم وايد متعاونين. ويعني احنا دائما نحاول نسوي اوفرات معاهم. اي لا بالعكس وايد متعاونين. لان احنا يعني كشركة مو بس نمتلك المعرض، للتسويق بعد نفس الشيء. فيعني في موضوع التعاون دائما على طول. ان شاء الله نتمنى لكم توفيق. اخت حنان جناحي مالكة الشركة المنظمة لفعاليات اللاقون بأمواج، يعطيكم العافية. الله يعافيك. وان شاء الله نزوركم في الويكند. لازم. قلت لك كوفي ورياضة وتسوق. أهم شيء الكوفي. موفقين إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك.